السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالساعه. طبعا السلسلة هاي أنا خسرت آخر مدرسة، لكن سويت تخطيط جديد كامل من أول جديد. لأجل عيونكم كنا بسوي شو من أول وجديد، لكن أنا قلت شو قلت ما بسوي النيوتريشن وين صار كيتشن، انزين ما بسوي إلا وأنتم موجودين. يعني البنا بداية البنا، حطيت مخطط المدرسة وكل شيء، وحطيت مكان المكتب ومكان المدير ومكان هذا ومكان ذاك ومكان كل حد. بس والله أتمنى اللعبة كان فيها برايورتي. يا جماعة شكرا على الدعم المستمر للقناة طبعا، واشكركم دائما على التواجد، ويزاكم الله ألف خير. بيتم عندي فلوس أصلا، بيتم عندي فلوس ما أعرف. جزاكم الله خير على الدعم، وما تمنى شيء على الألف مشترك يا جماعة. دعم القناة كنت مشترك، فشكرا لك على المتابعه، وشكرا على اللايك اللي ضغطها على الشانل، وشكرا على كل شيء، وشكرا على الكومنتات. طبعا انا اتعلم من الكومنتات، نتعلم من كل شيء، نتعلم يعني دائما اي شيء نسويه نحن على القناه. ترى انا اتعلم اللعبه على القناه، انا ما اسير اجرب اللعبه قبل، انا اجيب القناه اجيب اللعبه، هات اللعبه اتعلم عليها ونسوي الامور ونسوي كل شيء. بس اذا لاحظتوا بقطع السالفه من داخل، سويت لي درام بيج، فركت عن برا شوي هالمره. انزين فبديت، لانكم كلكم تبون مدرسه جديده يعني، وتبون ان نحن نشتغل في اللعبه، بنشتغل من اول وجديد. اتمنى ان هالخطه تكون ناجحه، لاني انا قاعد العب بوتر حساس، اللي هو انا قاعد العب بالميزانيه الحين. الله اعلم بيكفيني اجيب مدرس، كم يكلفني هذا؟ 5000 والله لحظة، هو شيء من برنسبل اوفيس بيلدهر جرانت. اوكي بيعطيني 10000، اوكي بيعطيني 10000، اوكي اوريدي اعطاني 10000 اظني، اوريدي صرفتهم وجبت العيد فيهم. ما ظني بيخلصون بنا اليوم، لاني انا وايد طالب منهم يبنون وايد اوفر. بس يوم بيخلصون انتوا لو ملاحظين بيكون عندي معظم الشغلات جاهزة، بس أجيب مدرس وإن شاء الله يعني إن اللي أنا بان إنه أتمنى إنه يسوي لي شيء يعني. أتمنى إنه ما يجيب العيد في نفسي يعني. أنا المفروض يعطوني 5000 غير وترفيهن مدرس. بس طالب منهم مبنى عود، أنتوا تشوفون. إنزين المخطط هذا مدخلنا، هاي كلها مكاتب إدارية، تشوفوا يمين ويسار وعيادة من الحين مبنية. هني ممر حق توسعات المدرسة، هني الكانتين بيكون في الوسط، كانتين صغير قابل للتمديد. هني الله يعزكم كرمتو يكون على الأغلب حمامات، هنا بيكون في نص المدرسة، وهني بيكون في مكان حق الكرات وغيره، لأنه بيكون مكان مركزي بالنسبة لمنو الحين بيروحون قريب الساعة 7 بيتوكلون. إن شاء الله ما أخسر. كم بينزل فلوسي؟ 740 ماينس، أوكي 740 نقدر نتحمل. انزين ان شاء الله بس يبنون مكتب المدير، وعندنا مكتب المدير، مكتب الاداره، مكاتب الموظفين، كله ان شاء الله راح يكون حطهم في مكان واحد. اخاف ما تكفي فلوس حق مدير، ما تكفيني فخير، شو نسوي؟ من بدايتها ضرب سلفيه شكله. ونوظف مدير بلدان اوفيس برنتبل، بيعطيني عقب 5000 غير، بيب فيهم مدرس باث. اوكي هايل، اذا خلصناهم في الدرب، إذا خلصتهم في الدرب، طبعا ركزوا على كلمة إذا، بيكون شو؟ بيكون شيء زين. بس أخاف ما يخلصون اليوم البنا، وايد طالب منهم يبنوننا. مدير مدير والله مسوي لك مكتب، بس أنا وظفتك أساس الفلوس خلصت، أحصل قرض من الجماعة ما أحصل، وراتبك وايد قوي، يخرب بيت راتبك ما أقوى، ما حد يجيب لي الفقر غيرك. تعال خليني أشوف شكلك، وقفت اللعبة بس أشوف شكلك، شو اسمك؟ سليتي توس فار، ما حد فار، هو انت فار فار، ما اقول لك قل لك الخير يعني، بس انت فار الصراحة يعني. انا اتوقع لو كنت مأجل اني اثر كلاسات كنا ما يبنى العيد. انت طلبت مني اعيد من اول جديد وشوي اسوي مانجمنت وهذا، لكن فكرت فيها انا نفسيا الصراحة، لو ما اخاطر شوية وين مزت اللعبة؟ والساعة 11 الصبح اذا ما خلصوا المدرسة انا باكل تبن، فحرفيا باكل تبن. محتاج 5000، انا محتاج مكتب، ما يستوي اعطيه اولويه. زين
ليش الأول؟ الأول كنا نقدر نعطي أولوية، الحين ما نقدر، صح؟ بس يبنوه هني، ما يبون سامان، ما كملوا كلاسات. يا حبيبي المدير وين صار شرد؟ مدير وحيد وين صار؟ تعال يا حيوان، طيب يا محترم، قصدي انا اسف يعني، ما مش شخص يعني، لكن 555 في اليوم تاخذ على شو؟ ومكتب وفلوس ولك مكان بروحك وخربطه، ليش؟ من زين خلقتك يعني؟ حسستني تسوي شيء، انا ما اعرف شيء. وين صار؟ وين نشرت كل شوي؟ مدير وين صار؟ ها هذا خيبه، كيف انه بطن الريس؟ والله سريع، لو انا دخلت لعبة ذكروا احسن. بدينا هذا، بس اذا ما كملت المكتب ما عندي 5000، ما عندي مدرس. يلا هاتوا مدرس، فكونا مدرس، عشان يجينا مدرس. يا جماعة يا جماعة كملوا المكتب، والله بناكلها ترى، ورانا شغل، ورانا شغال، ورانا دنيا، ورانا 5000، اذا ما يبناهم بيفنشونا يعني، وعيب يعني المتابعين يعني يتريون من متى مساكين. باقي ساعتين، ايوه باقي ساعتين، باقي ساعتين. بلحق 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 دليفري. ايوه ستوب، اعطوني 5000. حلو حلو، على شفا حفرة. ابا تيتشر، ارخص مدرس وين؟ 3500، بس هي مدرسين خاص. ابى اخلي بعد ترى فلوس على الاقل يعني، هذا والله تعبان منتهي، هذا مش تعبان، هذا منتهي من العمود والدينا، بس نبى واحد رخيص. اول شيء راتبه ما يكسر الظهر، بس هذا بالنسبه للمواصفات زين، يقدر يستوي بي اي. بدرس هيستوري اول شيء، بخليه يدرس هيستوري. غالي هذا، خليني مدرسه زينه، ولا لورين، لورليلين، لورليني بيع خيبه. انا اسف، دور شي على ميزانيتنا. هاي زين حق تاريخ بي اي، ما انه كان حق رياضه، ما رياضه بني. وين صارت، وين صار جوش؟ مش جوش، متش انت بتدرس علوم، اوكي بنحطيك درس علوم، اساين تيتشر زين، وبنيبك اساس ان شاء الله، ان شاء الله بكره دوام. متيني ما عندك طلاب، بتفنشني انا وياك زين. صبر الحين خلينا نشوف تو دو ليست. اوكي شو يبون؟ كرييت تو جينيتور روتس اند اساين وان جينيتور ايتش روت. اوكي هاي يبون منظفين. This grant will transfer his... show accept roadly referee. لازم نسويه grant win basic education. how apply. نعم apply. استو عندي فلوس والله. apply hire teachers. الحين يبالي 5 مدرسين غير. انزين انزين الحين بيون على الاغلب طلاب، بس اذا ابى 5 مدرسين بكبر كلاسات من الحين. زين خلينا نعدل الكافتيريا اول شيء. اول شيء خلونا نسوي زونز حقهم. اوكي نسوي ادمن، نسوي اوفيس. اوكي ونحطي ستاف، ونحطي اوبجكتس اوفيس، بنحطي فايلين كابينت، بنحطي فاكس، بنحطي انذر فايلين كابينت، بنحطي ادمن تيبل هنا. هذا حق المدرسين، عرفتوا يوم يجونهم طلاب يهزمون الطلاب. انت ليش شارك من الحصه يعني بالطريقه هاي يعني. واحده ارصه هني ولا لا؟ تو ماتش ويستي، تو ماتش. هذا زون رقم واحد. زون رقم اثنين ستاف لونش، وين يقعدون يريحون؟ ما بقول كلام مش كويس بقى يعني. انزين ونسوي هذا. وين اللونش؟ فاكولتي لونش، ستاف لونش. هذا اللي نبغى، نبغى طاولة، نبغى سوفا. لا أول شي خلنا نحط لهم كرسي، كرسيين. نحط لهم مكينة كوفي، نحط لهم سوفا، نحط
حتى طاولة ثانية، لا إذا احتجنا عقب بنحط، مو مشكلة الحين، مش قضية كبيرة هاي يعني. فاكولتي لونش هذا وين مدرسين بيون ستاف لونش فاكولتي لونش، ما أعرف شو الفرق بينهم هاي، حد يعرف الفرق يكتب لي تحت. لا بحط لهم تلفزيون بعد، سلامات عسى ما يشر. حط تلفزيون جنبه، كوفي ماشين جنبه، مايكروويف بس عسى يسوي ازعاج حق اللي لا تدام الميكرويف لا تا نزل. المهم ما علينا، انا هسه صار خلش، وحطيت تلفزيون وصوفاز، حطيت لهم تيبل، حطيت لهم صوفا على التيبل. والله غالي الصوفا، وانا قاعد احط لهم بعد، والله ما يستاهلون. قصدي جهود جبار، جهود جبار. دام ان اليوم ما خلص، خلنا نجيب مدرسين ثلاثة غير. اوكي بنجيب مدرس بيتر، ايش حالك هاير؟ حندور رخاص بس ندور في شيء زين يكون. هذا بي اي زين، هيستوري زين. انزين خلنا نشوف وين نحطيهم. انت يا بيتر بنحطيك بي اي، بي اي اساين تيتشر. انت بنحطيك تدرس تاريخ. الحين ابغى مدرس فنون، مدرس رياضيات ولغة. انزين نبى واحد ارت رياضيات ابا، زين ابا واحد يكون في الارت جي. هذا زين يعني، عنه هذا بيدرسهم رياضيات، مع ان هذا بيدرسهم ارت، مع ان احسن في الرياضيات بس اوكي. انزين ونبى مدرس لغة الحين، بس لانجوج تيتشر ما بشي. هذا لانجوج زين، ورواتبهم حلوة يعني، مش رواتب يعني كتر وايد زين. انزين الحين خلي يطوف اليوم على خير. انزين وخلنا نسوي لهم في الدرب شو حمامات يعني، شو هالكلاس هل هني بيج صح؟ انا حاسب حساب امتداد. اوكي اوبجكتس، اين انت؟ بلت نبا بولز، نبا احمر برع، نسوي لكم احمر برع. انزين ها شو بيكون؟ حمامات قلنا صح؟ اسوي حمامات كبيرة؟ لا ما بسوي حمامات كبيرة، خلينا نحط البيج حمامات صغيرة. هني مال الأولاد ومال البنات. هذه اللحظة إذا أشل هاي وأشل تقسيم تغلط، مش مقتنع في التقسيم أنا لحظة، لأن هذا شو بيستوي أصلا؟ هذا بينقسم من نصين، ركزوا معي. وراح نقسمه من هني ونحطي له بيبان، باب هني وباب، لا هذا خله بعيد عن الاولاد، حيوانات الاولاد. زين ونشل الادار هذا ونحطي له كاربت بني، ركزوا معي انتو زين لان هذا راح يفرق وايد. ونحطي باثروم تايلز عشان المكان اسهل تنظيفه يكون، ممتاز. هذا ما نبغاه. زين ونسوي هني زونز، زونز هاي عبارة عن شو بيكونون؟ هذا بيكون اول ما بيفتح الله يعزكم المدرسة تفتح فيميل تويلت، هذا فيميل. خلنا نكمل الزون مالهم. اوكي اوريدي زونت حلو، بس اظني لانهم يبنون هاي. انزين شو يباله؟ يباله مغاسل اوبجكتس. الله يعزكم حمامات يا صديقي، الحمامات وين؟ باثرومز تويلتس. اوكي مغاسل اوكي لحظة، هذا هني قلنا، والمغاسل هني، وهذا هني. ونحط لنا مغاسل بنات، يبالهم مغاسل وايد هني. لا ترتيب حلو، ترتيب وايد اوكي. انا هذا ما داني، ما بحطيه، احسه وسخ ما اعرف ليش، سألتوا رأيي انا احس انه وسخ.
نحطي هذا هني ونحطي مغاسل حق الشباب هني. والله اقدر احطي لهم هذا هني، افترض انهم شباب بيستعملونه مو مشكلة. اوكي هذا الله يعزكم الحمامات جهزت. الحين تدولست نروح للجرانتس next. اوكي بيلد فاكولتي لانش، نسوي الابلاي ناخذ فلوسه، بيلد لانش ابلاي بناخذ فلوسه. انزين بيلد ميل تويلت الحين بيكتمل بعد شويه. انزين الحين انا شو بسوي؟ بوظف موظفين اللي هم 1 جانيتر 2 جانيتر. اوكي وبنسوي لهم شيء اسمه روتينج، يعني الدرب اللي يمشون عليه على اساس انهم ينظفون المكان. فاللي بسويه اني بخليه يمر من هني، انزين لين هني لين هني لين هني، انزين ويكمل دربه هني. حلو تو جانيترز. ليش؟ اوكي عندي جانيتر بس اظني لان الروتين. اوكي موجود في واحد، بنسوي اد روت ثاني اللي هو 1 يمشي بالطريقه هاي لين هني، يمشي لين هني كمل دربه هني. بس واحد يكفي. اذا عندنا روتينج الحين جانيتر روتينج، عندنا واحد عندنا 2 بيتمشون بينظفون. بس محتاجين في الاوبجكت اللي هو garbage نحطه في الكلاسات اساس الناس ما توسخ garbage. زين الله يعزكم في الحمامات، اظني ضيقت الوسيعة انا هني. اوكي garbage وبنحطي لنا garbage، لا garbage بعد ما يبانا، بس يبانا شو كم الكافتيريا اللي هو محتاج كانتين تيبل. ما عندي العدد الخرافي، المفروض ما يكون عندي العدد الخرافي. بليت كاونتر بكبره من اولها انا اظني. اوكي فود كاونتر انزين، وفندنج ماشين بحطي لهم اللي هو يمكن يبون ياكلون شيء، فاونتن يشربون ماي، حطي لهم كرسي كرسيين كرسي كرسي كرسيين، نحطي لهم هني كرسي كرسيين. اوكي والمطبخ نباع بعد ما بمطبخ نحطي لهم 1 والثلاجة بعيد عنا والكيتشن سنك المغسلة هني، ونحطي ستاف نوظف 3 منو 3 طباخين 1 2 3. شوفوا الحين فلوسنا الحين زينة، ونحطي 1 2 منترز هم يكون على مشاكل الاطفال. بالطريقة هاي راح 7000 ماينس ننزل. بس شو بنسوي؟ ستارت سكولير، احنا نزلنا في الماينس وايد ترى، 7000 تكلفة العمل في المدرسة يوميا. اذا الصفوف هاي ما دخلت اللي عليه، دخلت اللي عليه كفو كفو. الصبح يبدأ وممكن كل واحد عنده مكتب عنده شنو تدو لست. الحين بنشوف زين شو عندنا فلوس هني، نحن كملناها. هاي جانيترز 4 يبون 4 جانيترز، منترز 2، تويلت خلصنا اللي الحمامات الله يعزكم. وعندنا شو باقي؟ ايوه وهاي الطلاب وصلوا. بس بالاضافه للجانيترز الاثنين اللي عندنا عشان نخلص نحن الجرانت هذا، شو بنسوي؟ بنحط 2 مور جانيترز. اوكي هم 4 الحين استووا، عندنا طبعا عندنا مساحة هني بسوي لهم كافتيريا والموظفين. زين ستاف زون بنحطي لهم نيوتريشن ستاف كافتيريا، ما عندي ذاك الزود موظفين ومش المفروض ان احتاج اكثر. اظني هالمطبخ بيسدهم، انا اتصور ان هالمطبخ مفروض انه يسدهم. كانتين فود كاونتر بليت كاونتر كانتين. اوكي اوبجكتس ستاف لونش، ما في استفاء. اوكي نفس الكافتيريا يعني عادية. مكان شوي صغير شوي صغير والله، خلنا نخفف سرعة اللعبة. فوت كاونتر
بليت كاونتر، لا والله صغير، والله قابل للتوسعة بس يبغاله 2 بنش، 2 بنش اللي هم هاي اللي قاعد يركبونهم صح؟ ايه اوكي فتحناه ممتاز. انا ما ظني موظف، ما عندي هالكثر موظفين يعني، مش المفروض كلهم ياخذون بريك في نفس الوقت؟ واللي هو شيء غلط اذا اخذوا بريك في نفس الوقت يعني مصيبة. زين هذا معناه انا عندي شيء ثاني في تو دو ليست. ها هاي جنريتر خلصناه، شوفوا هني مدخل الفلوس الصحيح، لازم ادخل فلوس الحين قبل لا ابدا باي امتدادات ثانية. انا عندي خطة اني امتد ورا، هاي المنطقة بتكون في الوسط، هني بيكون عندي مفروض كلاسين لأربعة زيادة يعني بلد. انا بخبركم شو بيستوي هني، بحد بحطي بيبانة، بحطي بيبان بيبان شوية، الحلقة شكلها بتطول ويانا بس ما عليه. خلنا نرجع وين كنا مع الخبرة اللي اكتسبناها. اوكي 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5، نحن بنبني من داخل بيج كله ممر راح يكون. اذا بتسألوني ليش، لان هذا راح يكون ممر. ما على خلت تختلط الالوان شوي على فكرة، انا ملاحظ ان الالوان بدأت تختلط علي شوي كخارجي وداخلي 10، لان ما عاجل ما اجل راح يختلطون، لان قاعد اسوي كذا لون بيج من داخل دورز بس. خلنا نكسر واحد هني على اساس يقدرون يطلعون. انزين هني بنسوي كلاسات، كلاسات وولز بيج مالي وينه، هني على طول بفتح كلاسين زيادة، لان انا كم مدرس عندي، عندي 6 مدرسين. واحد كم، وين مدرسين مالي؟ ها ما في مدرسين هني، تيتشر 6، فبنسوي 6 كلاسات، بنفتح كلاسين زيادة. اوكي وين الدورس؟ دورس هاي اللي عند بعض صح؟ هاي عند بعض، خلنا نسويهم بالطريقة هاي بس معاكسات شوي. يعني الممر مالنا طبعا نفس ما كان الأول، احنا قلنا براون كاربت براون الممر. اوكي هنا بيبان الاكسترا سكيورتي. زين هذا خله فاضي، هذا الحين افكر اوسع منو الكانتين فيه، الكانتين عندي وايد ضيق. اقول خلني لا افكر، خلني اوسع الكانتين، بوسع المطبخ بعد. زين وبكنسل هذا الادار هذا. اوكي وراح اكنسل ادار واحد عشان يدخلون بعد، بوسع الكانتين وبخلي الممر شوي خليه يدهلز المكان، لانه بيرجع الممر ممر بعد في نفس الوقت على فكره. انزين الحين خلنا نحن نسوي شو الكاربتس اليلو هاي كلاس رومز. اوكي كلاس روم اوكي يلا يا حبايبي. اوبجكتس سوري زونز كلاس رومز، بسوي صف فريشمان جديد وصف صفي، ببداهم بالترتيب كل صف يوازي صف على اساس اني انا ما اخرب الدنيا، اني اعرف اني انا بجيب العيد بجيبه. لا تقولون خلي لا والله لا يجيب العيد. انزين هناك بس الكلاس ليش في 10 هناك في 8 سويته. والله اني مسطل بس مو مشكلة عادي، قابل لزيادة الطلاب يعني، ممكن ازيد شوية طلاب فيه. بس احس ان مدرس مش لازم يدرس اكثر من 24 طالب في نفس الوقت، احسه غلط، احس انتاجية تخلي يعني. اصلا اللعبة هاي حتى اعرف كم مفروض اصلا يكون عدد الطلاب؟ احد عنده فكرة؟ لان الحين انا لازم ازيد المدخول قبل لا ازيد الصرف، يعني الحين قاعد اصرف وايد، عندي 6 مدرسين يشتغلون في 4 كلاسات، بينما ان 6 مدرسين ممكن يشتغلون في نفس الوقت. وين الجدول مال المدرسة مالنا؟ فورث بيريود زين، ابل الجدول وينه؟ سكور رانك مالي فل كفو والله. زين برستيج ما ابغى هذا، ابل جدول 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 يا ربع وين الجدول؟ هذا الجدول، كلاس روم 1 كلاس روم 5 تيتشر سويتش افري ون سبجكت تو سبجكت، خلهم يدرسون كلاسين ويطلعون. اوكي سيستم شوي ثاني، اوبجكتس garbage، انا ما اعرف شو بيكون اثر عليه ترى، فاذا سالت اصلا حكومة انا ما اعرف، بس انا سويت بالطريقة هاي اني اشوفه صح. انزين
بنكبر الزون اللي هني نيوتريشن، ونكبر المطبخ. اوكي اخ بلد وولز بيج، خلنا نبني دار هني انزين، وخلنا نسوي دمرش حق هذا الدار اللي هني، ونسوي الأرضية فلورس هاي كلها تايلز. اوكي والكتشن كذلك. اوكي شوف الحين كيف الوضع يستوي. لحظة زون هني نيترشن كافتيريا، نسوي زون كامل كافتيريا، ونسوي عندنا يا اصدقائي اوبجكتس كافتيريا، ونزيد عدد البنشز اللي عند الطلاب 1 2 3، 1 2 1 2. انا خليت مسافة الحين بحطيه هني بن ووتر فونتن ولا شيء في المستقبل، وهني ارى ما حطيته من صدق، بس في نفس الوقت بحط فود كاونتر ثاني زين، وبليت كاونتر ثاني، وبنحط لهم فندق ماشين ورا عساس انه يستوي مكان حق طلاب اكثر. كل واحد كم يشل؟ ممكن يشل 4 5 طلاب، ما اعرف كم طالب يشل، بس في وايدين ناس واقفه وعندنا المكان بيت. لحظه ما عندنا كرسي اوبجكتس كلاس روم، كرسي المدرس وين؟ هذا المدرس خليه قاعد عند الإدارة. تيلا توحد تيلا مشكلته. من فيكم كان يحب المدرس ماله؟ أبى تحت تكتبوا لي في الكومنت منو كان يحب المدرس ماله عشان نعرف احنا هل ني مدرسين احسن ولا اسوأ شوي. والله هذا مش غلط، بعد توسعة ثانية وثالثة ورابعة ممكن نسوي لهم اماكن، بس شو عندنا في التدو نحن خلصنا. يبون 4 فندق ماشين ما بحطه الحين. ديتنشن احول الكلاس لكلاس عقابي، بليش تراش دمب ستارت 2 عملنا فايدة المشن هذا، بس لازم اسويه. بلد ستاف تويلت، ها ستاف تويلت زونز تويلت الله يعزكم، ستاف تويلت هني جاهز جاهز مرة. نروح على بلد نسوي فلورز الله يعزكم، نحطي أرضية حمامات زين، ونروح على أوبجكس، ونروح على أيان اليوم الثاني. والله كم يوم نحن قاعدين نلعب الحين اللعبة هاي؟ كم يوم في اللعبة يا سين نلعب اللعبة يعني؟ عرفتوا قصة صح؟ اللي هو بنحط لهم مغاس، لا مغاسل. أوكي بنحط لهم هذا وهني اكثر من اللي يقدرون يستعملونه يعني، ادلعهم 3 مغاسل هنا ما يبالي هذا كله، انا حطيت لهم بزياده وخلهم يستعملون يستاهلون، تراهم بيتعبون اخر اليوم. ما في هنا شيء غلط انا اشوفه. هذا الاوفيس مش لازم يكون لحظه كاربت ماله ازرق، ليش هنا ما في ازرق؟ زين شوفوا شوفوا عدد الطلاب اللي قاعد يجي المدرسة، صراحة عدد خرافي. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم ان شاء الله، واتمنى منكم تدقون لايك شير سبسكرايب، وخلوا القناة. شو قاعد يجيب هذا؟ اوه سامي الاكل زين، وخلوا القناة هاي توصل 1000 مشترك، ثانك يو على الدعم المستمر وجزاكم الله الف خير. وادري توي حطيت ممر وانا قاعد اخلص الحلقه كالعاده، لكن بنشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.